ننتقل إلى جريدة الأهرام. تخفيفا على الطلاب، تغيير جدول الامتحان الثانوي الأزهري ليصبح مادة واحدة يوميا. قررت لجنة متابعة امتحانات الشهادات الأزهرية بمشيخة الأزهر التي شكلها فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر برئاسة دكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، قرروا تغيير جدول امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بتقسيمها بقسميها العلمي والأدبي ليكون الامتحان في مادة واحدة يوميا بدلا من مادتين، وذلك استجابة لرغبة أولياء الأمور وتخفيفا على الطلاب.